يمكن في تاريخ مصر، وأمها أنهار البادية. أنهار البادية كانت من أفضل الفرسات المنتجة في مزرعة البادية، بنت أمير البادية، اللي بيرجع لكايد ومرافق. ده أكبر دليل على برنامج التربية بتاع البادية. تقدر تشوف الرقبة والدماغ والجسم والبذور، واحد من أفضل الطلائع اللي البادية أنتجتها. يمكن حصان يبقى متكامل، ونسيب بقى الكلمة للدكتور هو يعلق عليه أكتر. زي ما محمد بيقول، الحصان ده هو من أكتر الخيول اللي أنا بحبها في وسط الطلائع، وبعتبره إن هو أكمل واحد. في شبه من أبوه، لكن خط الأم، وبالذات الجدة اللي هي أنهار البادية، مأثرة عليه. هو ابن جلاجل، جلاجل تبقى أخت الشقيقة لجلجلة اللي ربكت العالم، وهي حاليا في دبي ستار، اتباعت لدبي ستار. هذا الحصان سافر من مصر لمدة 3 سنوات، وأعير إلى هولندا لمدة سنة، ثم أعير إلى دبي ستار في دبي سنة، ثم أعير إلى بولندا لمدة 2 سنين، ثم أعير إلى إيطاليا لمدة 2 سنين، وفي النهاية رجع إلى بيته. وأنا فخورين به بعد ما كسب سوبريم شامبيون في المسابقات المصرية، وخد برونزية العالم في الحصان المصري هيثم البادية.